أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن الهيئة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية، وذلك عبر إطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية مثل تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم ووضع خطط زمنية لتنفيذ المشروعات. جاء هذا على هامش توقيع 14 اتفاقية استثمارية مشتركة بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار. اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة تم توقيعها بين الشركات المصرية والسعودية بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الشركات من الجانبين بهدف إثراء التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفي ضوء زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر. خلال فعاليات توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات السعودية والجهات والشركات المصرية، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء البلدين ولفيف من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص. إن ما يشهده عالمنا الآن من تحديات ينبغي أن يشكل حافزاً إضافياً لتعاوننا الوثيق، والذي نتطلع أن يسفر عن نتائج عملية وملموسة تسهم في تعزيز مكانتنا على خريطة الاستثمار العالمية. كلمة حق أنه مصر اليوم تعيش تحول جديد، تعيش عهد غير مسبوق. البيئة الاستثمارية طبعا المشوار طويل، لكن البوصلة صح والتوجه صحيح. والحقيقة فالشكر الأول لفخامة الرئيس السيسي على جهوده، وحكومة مصر الشقيقة على كل ما يبذلونه. لسه طبعا أمالنا أكبر والتحديات أكبر، لكن الحقيقة يشكروا على كل الجهود المبذولة. لا يخفى عليكم، تحدث معالي الدكتور ماجد عن قناعتنا ورضانا في المملكة العربية السعودية بتوجهات التنمية الاقتصادية والنهضة التي تعيشها مصر اليوم بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يخفى عليكم أننا في المملكة أيضا نعيش فترة تاريخية بكل المعايير، وبوصلتنا في المملكة هي رؤية المملكة 2030 التي يقود تنفيذها عراب الرؤية ومهندسها سمو سيدي ولي العهد الذي يزور مصر الشقيقة هذه الأيام. من أهم محاور رؤية المملكة 2030 هو كون المملكة رابط للقارات الثلاث. 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم التوقيع عليها تشمل مجالات الطاقة المتجددة والبترول والإعلام والبنية التحتية وغيرها من المجالات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية خاصة في القطاعات الحيوية. يأتي توقيع اتفاقية اليوم بهدف تعزيز أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، إلى جانب تشجيع الشركات السعودية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشروعات استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.